الثاني من كرة رائعة، ثم الهدف الثالث من بيجو. كده سيراميكا عندها 10 نقاط متربعة على القمة، لديها مباراة مهمة مع بشتيل السبت القادم، والشمس أيضا أمام الماضة. إما أن يكون الحسم في هذا اللقاء في حالة فوز سيراميكا على بشتيل وتعادل الماضة مع الشمس، تصعد سيراميكا مباشرة إلى دوري القسم الثاني. أما إذا انتهت المباراتان بفوز كلا الفريقين فلابد من الاحتكام إلى الأسبوع الأخير، ويكفي سيراميكا في التعادل. النتائج اللي جات لنا لغايه دلوقتي، الحريه بمطروح 1,000,000 مبروك، صعد رسميا الى القسم مع الكابتن هاني والكابتن مصطفى. اسكندريه البترول، الحريه فاز 3-1، نابورو ايضا صعد بعد ما فاز على عمال منصوره 2-1، مطر طارس بيبقى متقدم عليه بهدفين مقابل